في تاريخ الوحدة الإسلامية ما بين الكبار. رأيت العجب، يعني رجل عظيم كالحسن البصري، إمام كبير من أئمة أهل السنة والجماعة، تابعي العظيم رضيع أم سلمة. الحسن البصري كان عندما يسأل عن عمرو بن عبيد ووصل بن عطاء، هؤلاء رأس المعتزلة، يعني لما قال اعتزلنا وصل، هذه قضية فكرية كبيرة لا داعي الوقت قليل على المنبر لكي أشرحها. ما رأيك في عمرو بن عبيد رأس المعتزلة؟ قال كأنما الملائكة ربته والأنبياء أدبته. سبحان الله، يعني كانوا تربية الأنبياء والملائكة، رغم أنه مختلف مع الحسن البصري، مختلف تماما. لو كان معنا كنا شوهنا صورته في الفضائيات، لكن يجل. سبحان الله العظيم، يقول ابن أحمد ابن حنبل لأبيه: من هذا الشافعي الذي تدعو له في كل صلاة؟ كل صلاة الإمام أحمد يدعو لأبيه وأمه وللإمام الشافعي. كان يقول له: الشافعي يا ولدي كأنه هو العافية للبدن والشمس للدنيا. سبحان الله، هل تستغني الدنيا عن الشمس؟ هل يستغني البدن عن العافية؟ سبحان الله العظيم. يعني الشافعي نفسه عندما يذكر أبو حنيفة يقول: كل الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. سبحان الله، أبو حنيفة نفسه رضي الله عنه أحد أئمة الإمام الأعظم في الفقه الإسلامي، اختلف عليه تلميذاه الكبيران محمد بن الحسن الشيباني وأبو يوسف، اختلفوا في ماذا؟ في ثلث مذهب أبي حنيفة، يعني ثلث كلام أبي حنيفة عارضه كبير تلامذته. ورغم ذلك سبحان الله العظيم لم يشوه صورته في التاريخ، وقالوا إن أبا حنيفة هذا رجل جاهل، رجل لا يفهم، وإنما اختلفوا بأدب. سبحان الله، أبو حنيفة نفسه كان يتعامل ويأخذ العلم والحديث من زيد ابن علي. زيد ابن علي ده أحد أئمة الزيدية. سبحان الله، هذه واحد من أهل السنة، واحد من الزيدية. سبحان الله العظيم، الإمام البخاري أستاذ الحديث كله، جامعه الصحيح رضي الله عنه، جمع آلاف الأحاديث ونقحها ووضع لنا في صحيحه ما هو كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح بعد كتاب الله، كتاب ككتاب الإمام البخاري. وتجد أن كل المنافقين والعلمانيين والليبراليين أول ما يعيبوا يعيبوا عن على الإمام البخاري. المهم، يعني سبحان الله العظيم، يعني ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب، أعمى يقود بصيرا لا أبا لكم قد ضل من كانت العميان تهديه. الإمام البخاري كان يسمع لعمران بن حطان وتعلم منه في الحديث. عمران هذا من الخوارج، أدي أهل السنة مع الخوارج. سبحان الله العظيم، لكن لما يكون العمى في القلوب والناس تريد أن تظهر نفسها ولا تذوب في الوحدة الإسلامية الكبيرة، سواء الفكرية أو العلمية أو الفقهية أو السياسية أو الاجتماعية أو أي شيء،